متتبعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في الأيام الأخيرة تلقوا مجموعة من المستشارين الجامعيين في مدينة الدار البيضاء واحد المبادرة، مبادرة سياسية، يعني الهدف ديالها هو أنه لم الشمل تاع مجموعة من المنتخبين خاصة على مستوى المقاطعات البيضاوية. في هذه الحلقة هذه غادي نعرفوا شنو الأهداف تاع هذه المبادرة، واش هي مجلس موازي لمجلس مدينة الدار البيضاء ولمجالس المقاطعات 16 اللي كاينة على مستوى العاصمة الاقتصادية. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السيد حسن البكوري، مستشار جماعي بمقاطعة الحي الحسني مدينة الدار البيضاء، وأيضا يوسف سميرو، مستشار جماعي بمقاطعة سيدي مؤمن بمدينة الدار البيضاء. سي حسن، مرحبا بك. مرحبا سي بوستا، وتحية للمتتبعين ومتتبعات أنفاس بريس. مرحبا سي يوسف، مرحبا بك. شكرا سي حمد على الدعوة الكريمة، وسعيد بالحضور معكم في هذا اللقاء. سي حسين، المبادرة السياسية اللي درتوها، يعني مجموعة من المستشارين الجماعيين تاع مدينة الدار البيضاء تتلتئموا في واحد المبادرة، شنو الأول الهدف الرئيسي ديال هذه المبادرة؟ واش هي تكون مجلس موازي كما تيقولوا البعض، تكون مجلس موازي لمجلس مدينة الدار البيضاء؟ شكرا سي بوستا على السؤال. اعتقد ان فضاء التشاور السياسي واحد الفضاء اللي عرف واحد طوعيه ديال مجموعه من المستشارات والمستشارين المتوجهين على مستوى التراب مقاطعات جماعه الدار البيضاء، يعني باختلاف مقاطعاتها وباختلاف الالوان السياسيه. اليوم اعتقد انه حتى رغم الاختلاف ديال الالوان السياسيه وديال الايديولوجيات، الا انه الهم الوحيد لجميع هؤلاء المستشارات والمستشارين هو مصلحة المواطن البيضاوي. أعتقد اليوم وما تعيشه مدينة الدار البيضاء من مجموعة من الإخفاقات ومجموعة من لا توازنات اللي أثرت بشكل مباشر على المستوى المعيشي للبيضاويين وعلى مستوى حتى البنية التحتية، فارتأت مجموعة من المستشارات والمستشارين، وبالمناسبة أنا أتقدم بالشكر الجزيل للأخ مراد الهاني اللي ربما الرائد في هذه الفكرة، هو صاحب الفكرة، انه نجتمعوا اللي احنا اللي اغلبنا غير متوجهين على مستوى جماعه الدار البيضاء، وبالتالي لا يمكننا ان نتخذ قرارات داخل جماعه الدار البيضاء. اولا الغرض الرئيسي او السبب الرئيسي هو ربما سياسه الاقصاء والتهميش التي تمارسه جماعه الدار البيضاء في تطبيق الممارسه ديال المقاربه التشاركيه مع فعاليات المجتمع المدني او حتى مع باقي المستشارين على مستوى تراب مقاطعات. واعطيك خير دليل، على مستوى مقاطعه الحي الحسني اليوم مرت اكثر من ثلث الولايه، حتى اليوم لم تقوم السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء بالاجتماع مع المستشارين داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني، وهذا أعتبره إقصاء وتهميش لهؤلاء المستشارين غير ممتنع مسؤول جماعة الدار البيضاء. النقطة الثانية، كنشوف أن أغلب المقاطعات هناك واحد السياسة ديال ربما اتخاذ قرارات من دون أن يتم إشراك المجموعة من الأعضاء داخل مجالسها، وبالتالي كان اليوم الفكرة أنه يتم إنشاء أو تكوين أو تنزيل ديال هذا الفضاء التشاور السياسي. الغرض الرئيسي الأول عملية تبادل الخبرات والمعارف بين المستشارين، مجموعة من القوانين التي يتم في إطار القانون التنظيمي، مجموعة من المواد التي يتم تنزيلها في إطار القانون التنظيمي على مستوى المجالس، اليوم غيتم فتح نقاش كبير وموسع مع داخل ما بين هؤلاء المستشارين. ايضا حتى المقترحات التي يتم الادلاء بها على مستوى تراب المقاطعات ومستوى المجالس المقاطعات، اليوم عندنا واحد الفضاء اللي نقدروا نتبادلوا فيما ما بينه وبين باقي المستشارين من اطياف سياسيه مختلفه ومن مقاطعات مختلفه مستوى جماعه الدار البيضاء. واخا سي يوسف، مجموعه من المبادرات كانت انطلقات يعني في السنوات الاخيره اللي عندها نفس الهدف تقريبا، ولكن ما استمرش، شنو الضمانات تاع الاستمرار ديال المبادره ديالكم؟ شوف، ما كاينش شي ضمان. بعدا تحيه للجميع. اولا نبغي نرجع شويه للكلام اللي قال حسين قبل ما نجاوبك على هذا نيتو. اولا هذا الفضاء هذا هو ماشي فضاء موازي لمجلس مدينه الدار البيضاء، هذا فضاء دار كما قال السيد الحسين، هو الجمع الشمل ديال واحد المجموعه ديال المستشارين والمستشارات. انا شخصيا اول مره كنعرف السيد حسين هما يعني فضاء التشاور السياسي، ما كنتش كنعرف سي سلامي، ربما كنت كنتلقى معاه ولا كذا، ولا الاخوان في مثلا اللي عندهم تجربه جمعويه اللي كنعرفهم اللي ولاو اليوم مستشارين جماعيين داخل المجالس، يعني كنعرفهم بحكم المعرفه، ولكن اللقاءات اللي كتجمعنا مع بعضياتنا ما عمرنا ما تجمعنا زعما وتذكرنا في شي موضوع اللي كيهم المدينه ديال الدار البيضاء ولا الاشكالات اللي كاين على مستوى المقاطعات. وبالتالي هذه كانت على الاخر غديروا صله رحيم، نديروا صله رحيم بين المستشارين والمستشارات ديال جماعه الدار البيضاء على جهه. من جهه ثانيه كنعتبروا نفوسنا باننا عندنا اولا قبل من هذا الشيء كامل، حنا ما كنمثلوش المستشارين والمستشارات ديال الدار البيضاء كامل. حنا هذا فضاء مفتوح، هي ديناميه اللي غير مهيكله، غادي تكون طبيعه الحال واحد السكرتاريه هي اللي كتجري اللقاءات ديالها والمواعيد ديالها وهذا الشيء،
والاجتماعات ديالها، وكذلك هي دينامية لمنفتحة على جميع المستشار والمستشاري اللي عنده الرغبة بأنه يكون في هذا الفضاء أجل تبادل الخبرة والتجارب، مرحبا به. اللي عنده يعني اللي بغي يقوي ذاته، اللي بغي يعاود يزرع الثقه، لانه بدا كيبان بانه كاين واحد النوع ديال الاحباط لدى المستشارين والمستشارات، خاصه الجدد اللي دخلوا. يعني كنتكلموا في نموذج التنموي من بعد الدستور 2011 على زرع الثقه، على التشبيب، على كذا. كيبان لنا بان اليوم في الدار البيضاء كاين واحد 14 واحد اللي هما هذه 20 عام ديال كنشوفوهم، هما اللي باقيين كيسيروا مدينه الدار البيضاء بالطريقه اللي بغاو. وبالتالي ما كنبغيش نقول هذا السؤال زعما النقاش، ولكن غادي تسمحوا لي يعني زعما نقولوا بانه كنعتبروا بان هاد المستشارين والمستشارات اللي كاين اليوم في المقاطعات هما اللي تأتي المشهد السياسي، تأتي المشهد حاضرين، كيجيو في دورات المجلس كيصادقوا على داك الشيء اللي قالوا لهم في اطار هاد التحالف اللي كاين، ومن بعد كيقول لهم دابا كاين واش هاد المبادره اللي خصها تغير هاد الواقع هذا غتبقى؟ لا، اولا حنا كنقولوا غير تقويه القدرات ديالنا بعدا، نعرفوا بعدا شنو هو هاد القانون التنظيمي، شنو هما الاشكالات اللي فيه، شنو هي هاد تدبير وحده المدينه. نقدر أكد لك بأنه اليوم النقاش مفتوح، ولكن هادشي اللي تيهضر عليه السي يوسف كان يكون قبل، يعني كيفاش مستشار جماعي خاد انتخابات ولا عضو في مجلس مقاطعة يلا غادي يعرف حدا المدينة يلا عرف تدبر التشاركات. ماشي بسرعة اليوم كنعتقد أن المدينة الدار البيضاء والمغرب برمتي عندهم محطات كبرى، وبالتالي راه المحطات هذه، وكنعرفوا ان صناعه المدن الذكيه اليوم كتحتاج مجموعه من الكفاءات اللي خصهم يكونوا عندهم واحد المقترحات وواحد القوه اقتراحيه قويه. اليوم من خارج اسوار مجلس جماعه الدار البيضاء، حنا كمستشارين في مقاطعات عندنا كفاءات، عندنا اخوان اللي عندهم تبارك الله اللي كاينين متخصص في هذا المجال الى غير ذلك. وبالتالي هذا التجمع هذا راه الغرض الرئيسي ديالو هو تبادل الخبرات والمعارف، وحتى ربما نوضعوا مقترحات اللي ما غنوضعوهاش في اطار داخل مجلس جماعه الدار، لكن عن طريق مقاطعاتنا وعن طريق مراسلات رسميه او كحزاب سياسيه. لا غير السي احمد باش نقول لك، دابا اليوم كاين تقييم، بعدا كاين اليوم تقرير المجلس الاعلى للحسابات كيقول لنا تقييم ديال وحده المدينه وديال نظام المقاطعات. بطبيعه الحال حنا خصنا نطالعوا عليه، وخصنا نشوفوا بالفعل هذاك الشيء اللي قال التقرير في علاقته مع الواقع المعاش اللي كنعيشوه حنا داخل المقاطعات. كاين دابا مرور 10 سنوات على القانون التنظيمي 113/14، يعني غادي تكون فيه مناقشه من هنا لنهايه 2024 ل 2025. كاين اشكال اخر هو انه نقدر ناكد لك دابا حاليا بانه واحد مجموعه هاد الباك اللي دار على مستوى الدار البيضاء، مجموعه المستشارين لم يتم اشراكهم في هذا الباك. يعني النفحه السياسيه ديال المجلس للمقاطعه في داخل الباك ما كايناش. انا شخصيا على مستوى مثلا مقاطعه سيدي مو هنا ما شفنا لا بيرو ديتيت لا باك لا ولا تبان خارج حتى الاستشاره ما كايناش في السياق ديال الباك. برنامج عام الدار البيضاء والذي لا يرقى حتى لمستوى برنامج عام للجماعه ديال المدينه الذكيه والقطب المالي والاقتصادي على مستوى المغرب، هذا برنامج على حتى آلية التنزيل ديالو وقع بشكل معكوس. الاصل هو انه تبقى الماده 235، اي مشروع يتم تنفيذه جزئيا او كليا داخل المقاطعه يتم ابداء الراي داخل المقاطعه. اليوم شنو دارت جماعه الدار البيضاء؟ تم الدراسه ديالو على مستوى جماعه الدار البيضاء، وملي انتهى منه صيفطوا للمقاطعات باش نشوفوه، غير باش نشوفوه ماشي باش نديو الراي ديالنا. وبالتالي كان هناك واحد القصور ديال تنزيل قانون التنظيمي والماده 235 متخصص. اذا اليوم التواجد ديالنا كمستشار مشرف غير انه المراجعه ديال برنامج عمل جماعه الدار البيضاء وقراءه الاولويات، اليوم كنعرفوا حتى مجموعه من التحديات موجوده اليوم. كنشوف المراسله ديال السيد وزير الداخليه متعلقه بالمساله ديال المساحات الخضراء والمساله ديال الرعي والمساله ديال الماء. اذا عندنا ناس اطر متخصصين المساله ديال في القطاع ديال الماء والقطاع ديال، كنشوفوا هذاك المجلس ديال مجموعه توزيع الماء والكهرباء اللي تم انتخاب ديال مؤخرا واللي بقات نفس الاسماء اللي كتاثرت المشهد على مستوى جماعه الدار البيضاء ها هي متواجده، حتى الترشيحات اللي تم اقصاء واحد الاطياف السياسيه اللي خارج التدبير. اذا اليوم عندنا واحد الفضاء للنقاش السياسي على مستوى مدينه الدار البيضاء، بيئه حيويه للعمل السياسي. اذا محتاجه لمثل هذه المبادرات. وهذه المبادرات هو السؤال الموجه لكم جوج، المبادرات يعني كانت بالتنسيق مع الاحزاب السياسيه ديالكم ولا كانت غير مبادرات شخصيه؟ مبادرات شخصيه. تلاقينا عندنا واحد التراكم جمعوي، قلنا خصنا واحد الفضاء اللي في ظل هذا الانغلاق ديال النقاش العمومي اللي كاين على مستوى ديال الدار البيضاء. حنا ما كنتلاقاوش مثلا في المقاطعه، انا ما كنتلاقاش مع المستشارين الا في دوره المجلس ولا في شي لجنه من اللجان. يعني ما كتلاقى معهم واحد المستشار من 14 اللي هما اللي عندك علاقه انسانيه ولا علاقه صداقه معاه. يعني هذا في ظل هذا الوضع، يعني هذا الانغلاق
هاد يعني هاد المعلومه اللي ما كتاخذهاش واحد مجموعه الحويجات، قلنا غنديروا واحد الفضاء اللي نتلاقاو مع جميع الاخوان المستشارين بطبيعه الحال، اللي يكون ديال تبادل الخبرات ديال التجارب ديال 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 تقويه القدرات ديالنا، ولما لا يعني نتقاسموا فيه جميع المعلومات اللي كاينه داخل، لانه بعض المرات كنطرحوا اسئله انا داخل المجلس ما كتجاوبش عنها، ولكن في حين ان واحد اخ من مقاطعه اخرى كيجاوب كيقول لك فوالا هذه الطريقه التعامل. بالتالي هذا فضاء اللي قلنا منفتح، ما عندوش واحد لا ديور يقدر يضرب عام عامين، ويعني الناس لما لقاتش بانه المده الصلاحيه ديالو سالت يعني ما يبقاش يعني. هذا هو دور بالنسبه لكم شفتي هذا الشيء كي كان شي تنسيق. احنا اليوم هذه مبادرات شخصيه من المستشارين، وبالتالي ما دخلتش فيها، وبالتالي هنا كنشوفوا حتى في الفضاء هناك تنوع ايديولوجي. هذا التنوع ايديولوجي يجمعه شيء واحد هو مصلحه المواطن البيضاوي، وبالتالي حينما تكون مصلحه المواطن فوق كل اعتبار ما يمكنش حتى على مستوى الاحزاب السياسيه ما عندهاش اشكال ان يكون واحد تشاور واحد ما كنناقشوش ما هو، ولكن الملعب هو ملعب سياسي، كاين الاحزاب السياسيه. انتم هنا في الفضاء تاع التشاور كاين مجموعه من الاحزاب سواء داخل الاغلبيه او المعارضه، وغادي يطرحوا مشاكل يطرحوا ملفات اللي الاغلبيه تتصادق على مثلا في المجلس المدني. كيفاش بغيتي مستشار ينتمي للاغلبيه يجد الضوء العكس ما خلقش لكم هذا الشيء واحد المشاكل داخل الفضاء؟ علاش ما ناخذوش من منظور ايجابي حينما يتم النقاش والترافع على قضيه معينه داخل الفضاء، حتى من هو داخل الاغلبيه اذا اقتنع بها ربما غادي يكون عندنا واحد القوه اقتراحيه على مستوى المجالس التي ستنفذ، وبالتالي بالعكس انا ناخذ من منظور ايجابي. يعني عندنا حنا دابا حنا في سي احمد باش نكونوا زعما واضحين، حنا في الفضاء كنقلبوا على المشترك ما بيناتنا طبيعه الحال. مثلا في القانون التنظيمي 113/14 اذا ما تمت المناقشه ديال الفضاء بطبيعه الحال غيكون عندنا واحد النقاش مشترك، يعني النقاط المشتركه بين هاد الاخوان هي اللي عندنا. بطبيعه الحال انا عندي وجهه نظر خاصه اللي خصني تبنى الحزب ديالي، ماشي تبنى هذاك الفضاء التشاور السياسي، خصني تبنى الحزب ديالي والسي حسين تبنى الحزب ديالو. بطبيعه الحال هذا كل واحد الحزب اللي هو في دارية اليسار، دارية اليسار ولا الاتحاد الاشتراكي ولا الاحرار ولا يعني كل واحد فينا عنده واحد وجهه نظر خاصه ديالو هذه، ولكن حنا كنقلبوا على ما هو المشترك بيناتنا اللي كيتعلق بطبيعه الحال بتجويد العمل داخل مدينه كمدينه الدار البيضاء وداخل المقاطعه، باش ما يبقاش هذا النوع ديال الشغل. لانه بالفعل اليوم كنعرفوا بان التنميه كتنطلق من المقاطعات ومن الجامعه، وبالتالي في ظل هذا الوضع هذا اللي النقاش اللي غيكون واش كنبقى ندير محصور في مجموعه تاع الواتساب ولا تكون لقاءات مباشره؟ لا حنا كنديروا لقاءات، تلاقينا دابا ثلاث مرات، تلاقينا المره الاولى مع الاخوان درنا واحد الدردشه داخل مقهى الدردشة السياسية الأولى، ودرنا الدردشة الثانية اللي كنا مريحين مع بعضياتنا اللي هي من خلالها خرجنا بأنه تم الاتفاق بين هاد الإخوان كامل على هذاك البلاغ للرأي العام بأنه دار واحد الفضاء، ومنفتحين دابا حاليا على واحد المجموعة ديال المستشارين والمستشارات اللي كيطلبوا بأنه التحاق سواء أخوات ولا إخوان اللي باغيين يلتحقوا بهذه التجربة هذه، واللي عندهم ما يعطيو لأنه كل واحد عندهم ما يعطي، لأنه حنا خصنا تكون عندنا قراءة نقدية لهذا العمل اللي كنديروا واش بالفعل يعني أنا شخصيا واش غادي نزيدوا في هذا الشيء ولا غادي نمشيو في حالاتنا. يعني زعما ما كيبانش لك بانه ولا كانت الامور غادا بهذا التوجه السياسي، يعني انتم ما راضينش حاليا على الوضع اللي تسير به مدينه الدار البيضاء؟ لا لانه انا شو على هيمنه بعض الوجوه، هيمنه الوجوه لهذا الانغلاق ديال 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 الفضاء ديال النقاش، هذا الشيء ديال المعلومه، هذا الشيء ديال التواصل، هذا الشيء كله. اليوم انا جاي خمس سنين ولا ست سنين غندوزها في واحد المجلس المقاطعه، كنجي من ثلاث شهور لست شهور باش نهضر جوج دقائق ونمشي في حالاتي. شنو هذا؟ فين هي التنميه اللي درت؟ علاش جلت؟ علاش جيت؟ علاش فينا هاد الوعود اللي قدمت لهاد المواطنين؟ يعني زعما واحد اذا كان العمل السياسي ربما يقتصر على الاخ يوسف على فقط حضور الدورات وربما التعبير خلال دقائق معدودات، فبالتالي ما بقاش هذا هو العمل السياسي الطموح اللي احنا كنطمحوا له على الاقل كشباب مستجدين على العمل داخل المجالس. ايضا طرحتي المساله ديال غياب التواصل، وربما كنعتقد ان هناك اقصاء وتهميش، وذكرت لك على سبيل المثال على مستوى تراب عمالة مقاطعة الحسني أو مقاطعة الحسني، السيدة رئيسة جامعة الدار البيضاء لم تقبل أي زيارة ولم ترد حتى لما تناقش أو تفتح سبل الحوار مع باقي المستشار غير الممثل، لأن هناك أحزاب سياسية غير ممثلة داخل جماعة الدار البيضاء، ولكن هذوك الأعضاء ديال المقاطعات هم أصلا أعضاء على مستوى جماعة الدار البيضاء، يعتبرون يعني بشكل غير مباشر ما دام مقاطعة جزء من جماعة الدار البيضاء. إذا هذا واحد من المسؤوليات. ثانيا اليوم حنا كنهضروا عندنا محطات كبرى، المحطات الكبرى اليوم محتاجين راه المحطات الرياضيه لا تتعلق فقط بالشق الرياضي، راه المحطات الرياضيه الكبرى التي تعرفها المغرب ومدينه الدار البيضاء كقطب مالي واقتصادي غيكون الاثر ديالها على التنميه، مجموعه من القطاعات. اذا محتاجين قوه اقتراحيه، محتاجين مجموعه من المشاريع ومقترحات من بعض اعضاء المجالس غير متواجدين داخل جامعه الدار البيضاء،
وداخل داخل هذا الفضاء ديالكم كاينين اعضاء اللي تنتموا لجماعه الدار مجلس الدار. نعم الدار. نعم كاين شحال نسبه تقريبا كاين ماشي كثيره ولكن دابا حاليا ماشي كثيره يعني كاين اخوان وقيل على ما اظن ولكن كاين اخوان في التسيير كاين سميتو كاين في المعارضه كاين اللي في الاغلبيه ولكن ما في التسيير ما سميتو كاين اللي مفوض له بعض القطاعات يعني هما حبادو بالفكره يعني واخا في احزاب كاين اللي في التحالف مثلا وكذا ولكن واخا زعما في هذا سميتو حبادو الفكره لانه الفكره كما قلت لك في الاول هي ما ضد حد ما كتضرب في حد ما كتمثل شي سميتو حنا جينا درناها بحال غنديروا واحد الاسباس ديال التشاور بيناتنا وديال النقاش باش نقويوا القدرات ديالنا وباش نجاوبوا على الاسئله اللي مطروحه جماعيا وممكن نستعنوا حتى بخبراء ولا اساتذه جامعيين كذا باش نزيدوا نطوروا زعما هذا النقاش ديالنا. هذا نقاش هو مفتوح ما عندوش واحد مده صلاحيه معينه ولا مده زمنيه معينه يقدر يمشي لهاد الولايه ويجيو نقدروا حنا نمشيو حنا ويجيو اخوان اخرين عندهم اهداف اخرى يعني ولكن قد يمشي وحدين اخرين ما تشوفش بان كان من الاجدر داخل الفضاء تاع التشاور ديالكم تكونوا نتوما داخل التجربه الحاليه ولكن تستعنوا مثلا بخبرات اخرى اللي كانوا مستشارين اخرين باش يبقى السيرور تاعهم. كاينه الفكره كاينه لانه كاين بعض الاخوان اللي التحقوا بنا مؤخرا اللي عندهم جوج تجارب ولا ثلاثه في مجالس منتخبه وكاين مازال قلت لك كيلتحقوا اخوان اخرين وغادي نشوفوا مازال الاخوان اللي عندهم تجارب اللي خرجوا من التدبير ولا عندهم وجهه نظر في طريقه التدبير. كاين اللي مارس التدبير خلال الولايه السابقة واليوم هو على مستوى حزب المعارضة وبالتالي كاين واحد التنوع اليوم كنهضر لك ماشي غير تنوع ايديولوجي حتى تنوع على مستوى المجالس والمواقع خلال تسيرهم للمجالس المنتخبة. واش كان واحد الحرص ان يكون جميع المقاطعات ممثلة داخل هذا الفضاء ولا كنسعوا بان جميع المقاطعات تكون ممثلة. احنا درنا لابيل طلقنا البلاغ وقلنا بان هذا الفضاء منفتح للجميع كنسعوا بان جميع المقاطعات المستشارين والمستشارات ديالها بدون حساسيه زعما اللي عنده الرغبه في المصلحه العامه وفي فتح النقاش العمومي مرحبا به. اللي بطبيعه الحال اللي عنده مصلحه شخصيه ولا كذا ولا عنده شي حساب ماشي واحد بطبيعه الحال بلا السر ما كاينش هنا يعني هذا زعما بكل صراحه غادي يتفقوا عليه الاخوان كيفاش كاين ميثاق اخلاقي دابا كنبرروا فيه وكاين التزامات يعني زعما داخل هاد اللجنه المصغره اللي كاينه دابا حاليا كيبلوروا واحد ميثاق اخلاقي مثلا شكون في هاد اللجنه المصغره مجموعة داخل تابعين لنفس فضاء التشاور السياسي. إذا اليوم كما ذكرت لك السي أحمد يعني إذا بغينا فعلا نطمحوا أننا نطوروا مدينة الدار البيضاء ونساهموا في التنوع ديالها وأيضا حتى في تبادل الأفكار والتجارب ما بين باقي الأطياف السياسية الاختلافات السياسية ربما تبقى لها مقاراتها ومساراتها لكن اليوم مصلحة المواطن ومصلحة العامة تجمع جميع هؤلاء المستشارين واليوم ما يمكنش إلا بالعكس أننا نتمنوا هذا الفضاء التشاوري السياسي اللي ربما قد يكون واحد البادرة طيبة. ربما ذكرتين كانوا بعض المبادرات لكن كانت مبادرات ربما بعيدين عنها الفاعلين السياسيين ربما كانوا الفاعلين الجمعويين داروا مبادرات اليوم باش في إطار ديك تنزيل مقاربة التشاركين باش يدخلوا في العمل مع المجلس المنتخبة. نعطيك اليوم على سبيل المثال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص على مستوى الجامعة من يترأسها اليوم؟ واش كاين شي حد؟ غير متواجدة. إذا اليوم حتى القراءة ديالنا لعملية التسيير هذا ما كنضربوش حنا في الناس كيسيروا ولكن القراءة ديالنا العامة كاين واحد نوع من الإقصاء والتهميش في التفعيل ديال المقاربة التشاركية. إذا الفضاء اليوم التواجد ديالو راه ماشي غير حتى مقصين على مستوى المقاطعات راه حتى ايضا لوضع مقترحات وحتى ايضا نساهموا في الزخم السياسي. لكن واحد القراءه اخرى تقول بان يعني المبادره تجي في اطار ان الناس بغاو يحيدوا عليهم الغبار ويبانوا تما في الصوره يعني شنو حيدنا الغبار راه العامين ونصنا كنغوتوا هاد المجالس حيدنا الغبار حيدنا الصوره حتى الصوره حيدناها هاد الشهور وقيلاش غنبانوا. ترجع السي احمد راه مجموعه من اللقاءات منذ بدايه هذه الولايه ومريت عندك احدى المرات من هذا الاستوديو كنا دائما نتحدث وبوجه مكشوف ما محتاجين كاع الغبار ما كايناش اصلا في الناس حنا جايين فهمتي ما عندناش غبار عايمين ربما باش نعبروا على راضينا لانه حنا ربما اللي كتجمعنا هي الحرقه ديالنا على مصلحه المواطن. اكيد احنا ما كنشكو في حتى شي واحد ولا في الحرقه ديالو على المواطن ولكن ربما عندنا واحد النغزه زايده في المساله هذه. لا شوف السي احمد هو الخطاب ديالنا هذه سنتين احنا كنصرفوه داخل المجلس المنتخب ما لقاش الصدى ديالو كيبان بانه ما لقاش الصدى ديالو وما كاينش واحد الاذن اللي كتسمع يعني
لهاد الاصوات هذه التي تتكلم. وكما قلت لك قبيله كاين واحد النوع ديال التهميج ديال النوعيه ديال المستشارين واعتبارهم بانهم واحد الصوت اللي كيجي كيصوت نهار الدوره. وبالتالي في لحظه ما يعني الشيء مؤخرا حنا كنا توقفنا على النقاش، كاين اللي قال كل واحد شنو قال، كل واحد القراءه ديالو للامور، ولكن حنا توقفنا لانه بان بان هاد خصنا نبدلو شويه التكتيك. انه بان بانه هاد الشيء ما يوصل حتى شي حاجه، واللي غيوصلنا ليه هو اننا غادي نهزو يدينا ونقولوا غنشوف حالاتنا، ما غادي يجيو يناقشوا معنا من قبل تعزيز الثقه الشباب المشاركه السياسيه. نقول لهم هذه خطابات يعني كدار، ولكن على مستوى الواقع ما كايناش. قلنا شنو الحل، هو هذه المبادره هذه، لان هذه المبادره على الاقل الا خرجنا من هذه الماندا هذه على الاقل نكسبوا بعدا علاقات اجتماعيه وعلاقات انسانيه مع واحد المجموعه الناس، ونكونوا قوينا دواتنا. وتا قلنا شي حاجه غادي نكونوا كنقولوها على عن عين، ماشي كنخرقوا كنهضروا ولا نقولوا هذا دخل 5 سنين، راه كاين اللي يدخل 5 سنين ويخرج ما يفهم والو في المجالس المنتخب، راه كاين اللي حدود اليوم راه ما قراش حتى قانون التنظيم 113 14، راه كاين اللي ما عمر ما قرا الميزانيه، كاين اللي تسولوا دابا على الميزانيه، زعما هذا اشكالات اللي كاينه كاينه الدور تاع الاحزاب السياسيه اللي اصلا زكات الدور الاحزاب السياسيه وحتى الطريقه دابا التي تدبر بها مجالس الدار البيضاء ولا الدوله بشكل عام هادشي ديال التحالف. خنق عباد الله، خلى عباد الله كيهضر كيقول لك ما عارفه واش موافق عليه ولا موافقش، كيقول لك انا في اطار التحالف خصو يدوز وسينو غادي يولي كيتعاقب بشي طريقه اخرى. هنا قلنا خلي هذا الفضاء ديال المجال ديال المجلس المنتخب بوحدو، اجي نفكروا واحد الفضاء اللي غنتناقشوا فيه، ننفسوا على بعضياتنا ونتذاكروا ونطوروا القدره ديال بعضياتنا ونتعرفوا على بعضياتنا ونشوفوا التجارب اللي كاينه. حتى لما قديناش نصرفوها اترافير المجالس المنتخبه، اوموان غنكتبوا شي حاجه نخليوها للتاريخ ونخليوها في مدينه الدار البيضاء، بان واحد النهار دزنا من هذه الطريقه هذه وخلينا واحد البصمه، ها هي شنو خلينا للبيضاوي. هذه وجهه نظرنا. شكرا سي يوسف، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سي حسين شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متابعي قناه فاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج تازا سيتي.